أو القنصلية للإدلاء بصوته من خلال بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر دون الحاجة لتسجيل مسبق لبياناته. كل مصري يتواجد عرضا في أي دولة من دول العالم له حق التصويت دون أي قيد أو شرط سوى كونه مقيدا بجدول قاعدة بيانات الناخبين ويحمل بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر حديث. لجنة انتخابات الرئاسة أرسلت 180 جهازا آليا إلى السفارات ذات الكثافة العددية فضلا عن مجموعة دعم فني من المهندسين والمتخصصين لتلافي أي أعطال قد تظهر في هذه الأجهزة. اللجنة العامة للمصريين في الخارج مقرها في لجنة الانتخابات الرئاسية وهي في حالة عمل دائم حتى انتهاء تصويت آخر مصري مقيم في الخارج. يتم عمل حصر عددي لما حصل عليه كل مرشح بجميع اللجان وحصر الأعداد الصحيحة والأعداد الباطلة على أن يتم إعلان النتيجة النهائية من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية. كانت هذه نظرة موجزة لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية والذي يمتد التصويت في الخارج لمدة 4 أيام. أكد المرشح الرئاسي حمدين صباحي رفضه لنظام الخصخصة واصفا إياه بأنه جزء من النظام الفاسد. وتعهد صباحي خلال مؤتمر جماهيري له في الإسكندرية بإنشاء مصانع صغيرة لتوفير فرص عمل للشباب حال فوزه في الانتخابات الرئاسية. وقال صباحي إنه يريد حفظ كرامة كل الشعب المصري عن طريق خلق اقتصاد قوي وتحقيق العدالة الاجتماعية. هذا ويلتقي صباحي غدا عددا من قيادات حملته الانتخابية لاستعراض التحركات خلال الفترة المقبلة، كما يلتقي بعدد من مندوبي القنوات والصحف التلفزيونية. أكد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن المصلحة الوطنية دون غيرها كانت الدافع وراء اتخاذه قرار الترشح للرئاسة وبناء على استدعاء شعبي. وفي حوار مع صحيفتي الأهرام والأخبار نشر اليوم، أضاف السيسي أن مصر في حاجة إلى مشروع شامل لاستعادة الدولة الحديثة. وكشف السيسي عن أن برنامجه سيعتمد بشكل رئيسي على إعادة تأهيل البنية الأساسية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وذلك لضخ نحو 4 مليارات جنيه في كل محافظة خلال العام الأول من تنفيذ الخطة. وكما أعلن السيسي أن تنفيذ مشروع ممر التنمية لن يتجاوز 18 شهرا بدلا من 10 أعوام، مستمدا مصادر التمويل من قوة مصر الذاتية ثم المساعدات الخارجية والاستثمار المصري والعربي والأجنبي. إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستشهد استنفارا أمنيا وإجراءات قوية لتأمين كافة اللجان والمقار الانتخابية من الخارج والطرق والمحاور المؤدية إليها. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء هاني عبد اللطيف أن هناك دوريات أمنية مسلحة ومجهزة للتعامل السريع مع كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام أو إفساد العملية الانتخابية. وشدد المتحدث على اختصار دور الأجهزة الأمنية على توفير الأجواء الآمنة لخوض الاستحقاق الثاني من استحقاقات خارطة المستقبل دون التدخل في مجريات العملية الانتخابية. صرح السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن هناك اتصالات مكثفة مع السلطات الليبية لحل مسألة قطع طريق أجدابيا طبرق الدولي، الأمر الذي أدى إلى احتجاز عدد من السائقين والشاحنات المصرية. وجدد المتحدث تحذير وزارة الخارجية للمواطنين المصريين بعدم السفر إلى ليبيا برا، وأنه في حال الضرورة القصوى يكون السفر عن طريق الجو فقط، وأن يتوخى المصريون المقيمون في ليبيا أقصى درجات الحيطة والحذر في تحركاتهم. معي عبر الهاتف من طرابلس الأستاذ سعيد الغريب مدير مكتب الأهرام في ليبيا. يعني
أستاذ سعيد، آخر التطورات فيما يتعلق باحتجاز السائقين والشاحنات المصرية، يعني هذه المسألة تتكرر للمرة الثانية، هل الأمر متعلق بأمور داخلية وقطع الطريق هو يعني إجراء عام أو إجراء احتجاجي، أم أن الأمر يستهدف السائقين المصريين هذه المرة؟ للأسف الشديد الأمر عام، ولكن هناك كان تحذيرات من قبل لدى السلطات الليبية للسائقين المصريين بعدم الدخول في هذا الطريق الغير معمن، لكن هناك إصرار تام من قبل السائقين المصريين الدخول في هذا الطريق الخطر، لأن هذا الطريق يختصر المسافة والزمن أكثر من 3 ساعات، وبالتالي هناك خطورة على حياتهم. وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها هذا التكرار احتجاز السائقين المصريين، الثالثة بل الرابعة، حدثت مرة العام الماضي في نفس هذا الطريق، ولكن عدد السيارات المحتجزة حتى الآن هم 20 سيارة، والسائقين كلهم بخير. وحسب رئيس محل إجدادية الاتصال به اليوم، هؤلاء المحتجزين نتيجة لضغط على الحكومة الليبية من قبل الثوار الليبيين لصرف مرتباتهم، وليس الموضوع السياسي بين البلدين. نعم، يعني هذا هو المعتاد في قطع هذا الطريق، يعني المناشدة تعتقد يعني حل هذه المسألة بمحاولة السائقين المصريين قدر الإمكان تجنب هذا الطريق، طريق أجدابية طبرق. نعم، الطريق الصحراوي وعر جدا جدا، والسلطات الليبية حذرت من الدخول فيه أكثر من مرة، ولكن هناك إصرار من قبل السائقين المصريين على الدخول به نظرا لأنه يختصر المسافة أكثر من 3 ساعات. نعم، ولكن يقعون في المحظور كل مرة. نعم، طيب أشكرك جزيلا أستاذ سعيد الغريب، مدير مكتب الأهرام في ليبيا. كشف رئيس الأركان العامة للجيش الليبي أن القوة التي بدأت عملية عسكرية في بني غازي هي مجموعات صغيرة تابعة للواء السابق خليفة حفتر، وتعمل على فرض إرادتها بالقوة على الشعب الليبي. من جانبه قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثانية إن القوات التي تحركت من معسكر الرجمة باتجاه بنغازي مخالفة لأوامر رئاسة الأركان العامة للجيش الليبية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يعرقل بشدة شروط ضبط الأمن في المدينة. كان الناطق السابق باسم الغرفة الأمنية ببنغازي قد أعلن أن قوات ليبية عسكرية مدعومة بالسلاح الجوي بدأت في تنفيذ عملية كرامة ليبيا والتي تستهدف العصابات الخارجة عن القانون. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بني غازي عبر الهاتف السيد محمد الغرياني الناشط السياسي. سيد محمد، يعني الأوضاع مرتبكة في ليبيا، ما هي شكل الصورة العامة في البلاد بعد الأنباء عن هذه المجموعات المسلحة التي تنتشر في بني غازي وغيرها من المدن؟ الأنباء بصورة عامة بالنسبة للمجموعات اللي دخلت اليوم صباح اليوم الساعة 6 في الصباح إن شاء الله، دخلت بقيادة اللواء خليفة حفتر قائد قوات البرية السابق للجيش الليبي. هذه القوات يعني أريد تعقيب بسيط على النبأ الذي أوردته، يعني أمر قوات بسيطة. هذه قوات مدعومة بسلاح الجو، وقام السلاح الجو اليوم بعدة ضربات للمعسكرات تابعة لأنصار الشريعة، ومعسكرات تابعة لدرع ليبيا، ومعسكرات تابعة لحركة الإخوان المسلمين. قام اليوم سلاح الجو بالفعل بعدة ضربات، منها ضرب معسكر رف الله الصحتي، وهو أحد المعسكرات الكبيرة لجماعة أنصار الشريعة ومراكز التدريب، وقام بضرب معسكر في منطقة زد قنفودة، والآن يقوم الطيران بطلعات كثيفة لاستطلاع الوضع. والآن حاليا بتصل معك، فيها شبكات عنيفة في منطقة الهواري قائمة بين قوات. طب يعني سيد محمد، كلامك مفهوم، إلى أين يتجه الوضع في ليبيا؟ يعني هل نحن في طريقنا لمشاهدة مشهد كالمشهد السوري، أم أن الأوضاع في ليبيا أخف حدة؟ الأوضاع في ليبيا سيد الفاضل ماشي إلى اتجاه الحرب الأهلية، بخصوص القوات
حرب أهلية. نعم. وخصوصا القوات المرافقة للواء خليفة حفتر فهي قوات تكوينها تكوين قبلي من المناطق المجاورة لمدينة بنغازي. نعم. من مناطق الشرق الليبي. نعم. والقوات تفضل. نعم سيدي. الناشط السياسي محمد الغرياني كنت معنا من بني غازي، شكرا جزيلا لك. غادر سفير الجزائري لدى ليبيا عبد الحميد بوزاهر اليوم العاصمة الليبية طرابلس بعد محاصرة مسلحين الليلة الماضية للسفارة الجزائرية. كما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية غلق السفارة والقنصلية العامة للجزائر في ليبيا بصورة مؤقتة وكإجراء وقائي بسبب وجود تهديد حقيقي وداهم يهدد الدبلوماسيين وأعضاء القنصلية. وذكر مسؤولون ليبيون أن مسلحين حاصروا مقر السفارة الجزائرية الليلة الماضية قبل أن تتدخل جهات أمنية وتقوم بتأمين السفير والدبلوماسيين الجزائريين حتى مغادرتهم مطار طرابلس عائدين إلى بلادهم. متواصلون معكم في هذه البانوراما الإخبارية وفيها بعد أنباء الاقتصاد، معارك عنيفة بين الجيش النظامي وقوات المعارضة السورية في حلب وإدلب، وقتلى في تفجير بمعبر السلام الحدودي مع تركيا. كما تتابعون أيضا، قوات الأمن اليمنية تحبط عددا من الهجمات لتنظيم القاعدة على مقرات حكومية وعسكرية ودبلوماسية في العاصمة صنعاء. المصريون في الخارج يواصلون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لليوم الثاني على التوالي. صباحي يتعهد بمحاربة الفساد، والسيسي يقول إن الخروج من دائرة الفقر هو محور تركيزه. اشتباكات مسلحة بين مجموعات انفصالية في بنغازي، والحكومة الليبية تطالب بضبط النفس. والآن موعد وقفتنا الاقتصادية مع زميل محمد شعبان. إليك محمد. شكرا أشرف وإيمان. مشاهدينا الكرام، هذه وقفتنا الاقتصادية وفيها بعد الفاصل: المالية توفر 9.5 مليار جنيه لضمان توفير السلع الأساسية وتحسين الخدمات العامة.